اقترن دور المؤتمرات الحزبية على غرار المؤتمر الديمقراطي في شيكاغو في التاريخ المعاصر بتسمية الفائز في الانتخابات التمهيدية، تسميته كمرشح رسمي للحزب في الانتخابات الرئاسية، وبتحديد أجندة الحزب وبرامجه الانتخابية لذاك السباق. لكن آلية اختيار المرشحين الديمقراطيين للرئاسة مرت بتحولات ومخاضات عدة، كثيرا ما جعلت من المؤتمر الحزبي الديمقراطي حدثا تاريخيا. دخل المؤتمر الذي استضافته مدينة بولتيمور بولاية ماريلاند كتب التاريخ، ليس فقط لكونه أول مؤتمر حزبي للديمقراطيين، فالحزب الديمقراطي نفسه أبصر النور خلال هذا المؤتمر الذي جمع أنصار سابع الرؤساء الأمريكيين أندرو جاكسون وأفضى إلى ترشيحه لعهدة جديدة. أما المفارقة التاريخية الأهم للمؤتمرات الحزبية ذاك العام فتتمثل فيما رافقها من تحولات بآليات اختيار الأحزاب لمرشحيها للرئاسة، تقليد كان قبل ذلك التاريخ حقاً حصرياً للكتل الحزبية في الكونغرس، لكنه توسع ليشمل مندوبين حزبيين على مستوى الولايات. اقتحم مؤتمر الحزب بنيويورك قبل قرن فصول التاريخ من باب سلبياته، إذ سرعان ما حول تشرذم صفوف الديمقراطيين بين موالين ومعادين لجماعة كوكلوكس كلان العنصرية مؤتمر حزبهم الصيفي إلى معضلة استغرقتهم للخروج بمرشح رئاسي أكثر من أسبوعين ومن 100 جولة اقتراع. عصفت بالمؤتمر الديمقراطي بشيكاغو جملة من الأحداث الاستثنائية، بدءا من تنحي الرئيس ليندن جونسون من السباق إلى البيت الأبيض، مرورا بحادثتي اغتيال أحد مرشحي الحزب للرئاسة روبرت كينيدي وزعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ. لكن الحدث الأبرز تدونه الحشود الضخمة من مناهضي حرب فيتنام التي جبلت ذلك المؤتمر الحزبي بالكثير من المواجهات والاضطرابات، وقد مهدت أحداث ذلك المؤتمر الطريق أمام إصلاح آلية اختيار مندوبي الحزب عن طريق صندوق الاقتراع عوضاً عن التعيينات السياسية. من مؤتمر الحزب الديمقراطي في دنفر كولورادو ذلك العام طوى الحزب بداية وأمريكا تالياً بشكل فعلي حقباً مظلمة من العبودية والفصل والتمييز العنصريين من تاريخ البلاد. ومن دنفر شق باراك أوباما طريقه عبر بوابة الحزب الديمقراطي ليصبح أول سيد أسود للبيت الأبيض. قد لا تكون هيلاري كلينتون نجحت على غرار أوباما بشق طريقها إلى البيت الأبيض كأول رئيسة لأمريكا، لكنها في ليلة مؤتمر حزبها بفيلادلفيا حفرت مكانتها التاريخية كأول مرشحة رئاسية لأحد الحزبين الرئيسيين في تاريخ البلاد. Time to begin our virtual trip around America. كان الوجه المتغير لمؤتمري الحزبين الديمقراطي والجمهوري في زمن القيود الصحية تجربة غير مسبوقة، حيث اقتلعت الجائحة التقليد العريق من بيئته الطبيعية في الاستادات المزدحمة وألقت به مؤقتاً في الفضاء الافتراضي. بمنأى عن نتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية، فإن المؤتمر الديمقراطي بشيكاغو سيحجز لنفسه مكانة تاريخية بترشيحه أول امرأة من أصول آسيوية وإفريقية لأحد أقوى المناصب، ليس في أمريكا فحسب وإنما في العالم أيضا. للمزيد ينضم إلينا من مقر انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو بولاية إلينوي موفدنا إلى هناك رابح الفلالي. رابح، كيف تبدو لديك محمد. أهلا بك، كيف تبدو لديك أجواء التحضير لهذا المؤتمر وما نتوقعه في أول أيامه من كلمات وفعاليات؟ محمد، بالتأكيد دعني أقول أنها ليلة تاريخية أخرى بالنسبة للحزب الديمقراطي وبالنسبة لتاريخ الرئاسيات الأمريكية وكذلك أيضا بالنسبة لتاريخ الولايات المتحدة. ليس جديدا بل بات الأمر الآن
يشبه حالة التقليد بالنسبة للحزب الديمقراطي الذي صنع التاريخ في مناسبات عدة. العام 2008 بتقديم الرئيس السابق باراك أوباما كأول أمريكي من أصول إفريقية لترشيح لمنصب الرئاسة، وعاد الحزب بعد 8 سنوات من ذلك مباشرة ليقدم أول امرأة لمنصب الرئاسة، والتي كانت حينها المرشحة السابقة والوزيرة السابقة والسيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون. وها هو الحزب الديمقراطي وفي شيكاغو مرة أخرى يعانق التاريخ هذه الليلة بتقديم أول امرأة ملونة لمنصب الرئاسة. وبالتالي الديمقراطيون يعتقدون أنها لحظة تاريخية أخرى في مسار حزبهم. بالعودة محمد إلى برنامج الليلة الأولى، المتحدث البارز سوف يكون الرئيس جو بايدن، الرئيس بايدن الذي قرر التنحي عن السباق الرئاسي وإتاحة الفرصة للنائبة كامالا هاريس في خطوة تاريخية هي الأخرى لم تحدث في الولايات المتحدة، أن يغادر رئيس جالس في البيت الأبيض بطاقة ترشيح الحزب ويفسح الطريق بذلك لنائبته. هذه الليلة أرادها الديمقراطيون أولا للاحتفاء بالرئيس جو بايدن، ولكن أيضا لتكريم بايدن. محمد، دعني أشير إلى مفارقة تاريخية. هذه المفارقة تقول أن جو بايدن العام 1972 شارك في مؤتمر الحزب الديمقراطي وقتها بصفته أصغر سيناتور شاب في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، ويعود الرئيس بايدن الليلة إلى شيكاغو للمشاركة في هذا المؤتمر كرئيس يودع ويشكر ويكرم لتاريخه ومنجزه السياسي الطويل، ولكن أيضا كرئيس منسحب من هذا السباق. محمد، نعم، القضايا والملفات التي سيتم طرحها اليوم في أول أيام هذا المؤتمر وفي أجندته، رابح، ما هي؟ بالفعل محمد، المتحدثون البارزون الليلة كثر. يمكن الإشارة أولا إلى، كما قلت، أن المتحدث البارز سوف يكون الرئيس جو بايدن، كذلك أيضا سوف تكون واحدة من الوجوه البارزة في الحزب الديمقراطي المرشحة السابقة، وكما قلت هيلاري كلينتون. أيضا بالإضافة إلى ذلك سيكون أيضا متحدثون آخرون. الحزب الديمقراطي قرر الليلة أيضا تكريم أحد الوجوه الديمقراطية البارزة في تاريخ الحزب، جيسي جاكسون، الذي سوف يكون أيضا على منصة المتحدثين الليلة. أيضا السيدة الأولى جيل بايدن ستكون أيضا واحدة ممن يتحدثون الليلة إلى المؤتمر العام للديمقراطيين. الديمقراطيون أيضا اختاروا عنوانا لهذه الليلة للشعب، وهو العنوان الذي اختاره لليلة الأولى، وبالتالي سوف يكون هناك الكثير ممن يتحدثون الليلة، سواء من الصف الأول من الحزب الديمقراطي أو من الديمقراطيين الذين يشكلون حالة استثنائية في مسار الحزب. مثلا واحدة من المتحدثات البارزات الليلة أيضا ستكون عمدة مدينة لوس أنجلوس باعتبارها أول امرأة أمريكية إفريقية تعتلي هذا المنصب في واحدة من كبريات مدن البلاد وكبريات مدن ولاية كاليفورنيا. لذلك العنوان البارز والرئيسي الذي اختاره الديمقراطيون الليلة هو أن كل الذي يقوم به هذا الحزب في سياساته وقراراته وخياراته أيضا هو لأجل الشعب، لأجل الأمريكيين. ولذلك اختار هؤلاء الناس أن تكون هذا الشعار يتطابق أيضا، في إشارة إلى تطابق هذا الشعار مع ذلك المسار الحافل للرئيس بايدن الذي يمتد لأكثر من نصف قرن. كما قلت، عندما كان أصغر سيناتور وصل إلى مجلس الشيوخ، وها هو الليلة أكثر الرؤساء الأمريكيين عمرا الذين يكرمون في مؤتمر الحزب، قبل، كما يقول الديمقراطيون أيضا، قبل أن يقرر تسليم المشعل وقيادة الحزب إلى جيل جديد من الديمقراطيين ممثلا في هذا الوجه الذي يعتني المصلحة الوطني من خلال هذه الانتخابات، نائبته والعضو السابق أيضا في مجلس الشيوخ كامالا هاريس. محمد، سنبقى بالتأكيد متابعين معك رابح لفعاليات هذا اليوم الأول للحزب أو مؤتمر
والآن يعني محمد أتركك نعم لتحاور محمد معي ألفونسو لوبيز عضو الهيئة التشريعية لولاية فيرجينيا معك رابح. شكرا عزيزي محمد. مستر ألفونسو السيد ألفونسو أهلا بك في برنامجنا وشكرا على أعطائنا الوقت، نقدر لك ذلك، نعلم أن الجدول هو كبير وجئت من فيرجينيا وهذا يعني الكثير لي شخصيا ولفريقي أيضا. السؤال الذي أريد أن أسألك إياه، قررتم كالحزب الديمقراطي أن تقدموا تقديرا لإنجازات بايدن وسيرته المهنية، ولكن في الوقت نفسه إنه ليس فقط تقدير بل إنه تحول يحصل في خضم الحزب، ماذا يمكنك أن تخبرنا عن ذلك؟ هذه أوقات مثيرة للاهتمام والطاقة يمكن أن تلمسها في كل أنحاء البلاد وليس في فيرجينيا فقط. نشعر بالإثارة نتيجة لما ستجلبه السيدة هاريس لهذه البلاد. أيضا نحترم الرئيس الذي وضع البلاد قبل مصلحته أو عمله السياسي. كان هذا عملا بعيدا عن الأنانية، عمل تاريخي، وفكرتي أنه أخرجنا من عهد ترامب وأعاد التركيز على أشياء مثل الاقتصاد والرعاية الصحية وحق المرأة في الاختيار والتعليم، وأيضا التركيز على البنى التحتية، بناء الجسور والطرق السريعة. لقد نقلنا إلى الأمام، وقد قال أنا لن أستمر، أنا سأعطي الشعلة إلى الجيل القادم، وهذا مهم ولحظة تاريخية. ولقد ذكرت ولاية فيرجينيا وهي أحدى الولايات المتأرجحة، هي تصبح متأرجحة سيما بعد ما حصل قبل سنتين في الانتخابات الحكام، لذلك كم أنتم متفائلون حيال هذه الولاية؟ نحن متفائلون جدا بشأن ما يمكن تحقيقه في هذه الانتخابات. نعتقد أننا سنفوز في الولاية، وهذا نتيجة للسياسات التي جلبها الرئيس بايدن إلى فيرجينيا. تحت قيادته اقتصادنا قام بتوليد الكثير من الوظائف. فقط في فيرجينيا كان هناك نمو بنسبة 2.4%. وأقول الآن ونتيجة لما حققه الرئيس بايدن وأيضا القانون الخاص بالبنى التحتية وكل أموال البنى التحتية التي جلبها، نتيجة لسياساته جعلنا أمة مرحبة، وأعتقد أن فيرجينيا ستنتخب الديمقراطية. نعم، والسيد لوباز هناك أسئلة للحزب الديمقراطي في فيرجينيا. لقد خسرتم انتخابات الحكام للتو، وكان هذه خسارة أو إشارة غير مريحة، لن أستخدم كلمة أخرى، للحزب. لقد تمكنتم أيضا من الفوز في انتخابات أخرى في العام 2016 و2020، ولكن يبدو وكأنكم تخسرون بعض الشيء في هذا السباق. هل أنتم مستعدون لما هو قادم؟ أود أن أعتقد أن هذا كان عبارة عن حادثة عارضة وردا على أشياء حدثت على المستوى الوطني. كان هناك فرق بحوالي 1.2% في الانتخابات. هو الحاكم لم يحكم كمعتدل وإنما ينظر إليه على أنه يميني. أعتقد ما سيفعله الناس هو العودة إلى الحزب الديمقراطي، حزب الحلول، التحرك إلى الأمام وليس إلى الخلف، وهذا خيار واضح. وهناك مسألة أخرى في فيرجينيا وهي أنه هناك أقليات في هذه الولاية وأنت تمثل أقلية بالإضافة إلى أقليات أخرى من العرب المسلمين والسود، فهل هذا هي خطوة إيجابية بالنسبة لكم؟ كم يعني ذلك؟ علي أن أقول أن هذه لحظة تاريخية، على وشك أن ندع أول امرأة كرئيسة للولايات المتحدة، امرأة من أصول إفريقية وهندية. وبالنسبة لي شخصيا أنا أمثل
المنطقة الثالثة في فيرجينيا وفيها 150 لغة، وهناك 54 لغة يتحدثها الطلاب في المدارس الثانوية. الشيء المثير بالنسبة لفيرجينيا وأمريكا تجده في منطقتنا نحن أو دائرتنا، وهذا يمثل الليلة لحظة شمولية، لحظة احتضان لما قاله الرئيس أوباما: من الجميع نخلق واحدا. ومن جملة هذه اللغات المختلفة والأصول العرقية المختلفة نخلق أمة واحدة. هذا هو نحن، وهذا ما سنراه الليلة، هذا ما سنحصل عليه عندما ننتخب كامالا هاريس. إذن سأعيدك إلى الصعيد الوطني بعيدا عن فيرجينيا. إذن هذه بالنسبة إلى هذه الحملة، يفصلنا أو قبل 28 يوما كانت الخطة مختلفة تماما، كان بايدن ما زال هو المرشح، والآن لدينا صورة مختلفة تماما سواء الليلة أو في اللحظة القادمة. فهذه كانت استراتيجية قصيرة المدى، هي جيدة بما فيه الكفاية؟ نعم، لأن كامالا هاريس هي الشخص المناسب في الوقت المناسب، تحمل الرسالة المناسبة والسياسات المناسبة لجعلنا نصل للمستقبل. وماذا عن الجانب الآخر؟ لا ننسى الجانب الآخر، فالحزب الآخر يعمل لوقت طويل. لقد أنفقوا أكثر من 100 مليون دولار، وهم يمزقون في جو بايدن، يتحدثون عن أنه المرشح الطاعن في السن وأنه يمثل الماضي. هذا ليس الموقف الآن. الآن من هو المرشح الأكبر سنا؟ هو الشخص الآخر. من المرشح النشط الذي لديه أفكار جديدة؟ هي هاريس. إذن ولايتك هي ليست ولاية حدودية، ولكن لديها مسألة أو مشكلة مع اللاجئين الذين أتوا من سواء أفغانستان أو أنحاء أخرى من العالم. فبالنسبة إليكم كأقليات، ماذا ستخبرون الحزب الجمهوري بأن هؤلاء المهاجرون هم لا يأخذون الوظائف الأمريكيين؟ أعتقد أن سياسات الهجرة إما تعطلت أو ناصروا ضدها أو قبيحة وخاطئة. هذا لا يمثلنا كأمريكيين. نحن بلد مرحبة بالناس، نعم أمة قوانين، ولكن أيضا نرحب بالآخرين. فكرة شيطنة العرب أو المسلمين الأمريكيين أو الناس من أصول لاتينية أو أي طرف نتيجة لثقافته أو تراثه أو لغته أو لون جلده، هذا خاطئ جدا، وهو يعارض أي شيء نمثله كأمريكيين. واضح أنك لو كنت تهتم بهذه الدولة المتنوعة وتهتم بالفكرة، فكرة من الجميع نخلق واحد، هناك مسار واحد وهو الحزب الديمقراطي وليس الجمهوري. ومجتمعك من الأمريكيين اللاتينيين ماذا يعتقدون عن هذه الانتخابات؟ أقول أن أغلبية اللاتين سئموا من الهجوم عليهم وشيطنتهم من قبل ترامب بشكل يومي والكذب عنهم بشكل يومي. رأينا ما فعله وما قاله عن مجتمعاتنا المحلية وأيضا سياساته. هذه ليس الاتجاه الذي نريد للبلاد أن تسير فيه. اللاتينوز سيصوتون للديمقراطية. سؤال إضافي لك، ماذا يمكنك أن تقول لمن يقول بأن الحزب الديمقراطي يقول أشياء جميلة جدا، ولكن لا يستطيع الأمريكيون الآن شراء ما يحتاجون إليه من منازل وغذاء وأشياء عديدة، ماذا ستخبرونهم؟ هناك حزب واحد يهتم بالعائلات العاملة والسمو بالناس وجعل حياتهم أفضل، وهو
حزبنا الحزب الآخر الإعفاءات الضريبية لأصحاب الملايين والتأكد أنهم يحتفظون بأموالهم. نحن لدينا القوة كبلاد أن نجمع الناس سويا وأن نرقى بهم وألا نترك أحدا وراءنا. سياسات الديمقراطيين تتمثل في التطرق للإسكان المريح والغذاء، غذاء الطلاب في المدارس، إصلاحات التعليم والسيطرة على بيع الأسلحة، وهذا يجعل من السهل على الناس الذهاب إلى العمل والاهتمام بالأطفال. هذه أولويات للحزب الديمقراطي، أولويات الحزب الجمهوري ليست هي الأولويات. وهناك أمر أود أن أختتم هذه المقابلة فيه بصفتك عضو في الحزب الديمقراطي، عندما سمعت عن خيار بايدن بالتنحي ماذا شعرت؟ ماذا أخبرت عائلتك؟ أستطيع القول أنه في تلك اللحظة كنت أقدر كثيرا الرئيس جو بايدن لفهمه هذه اللحظة وفهمه أنه يهتم بالمستقبل أكثر ويهتم بالبلاد الولايات المتحدة أكثر من حياته العملية، وأنا دموعي نزلت لأنه سلم الشعلة إلى جيل جديد من القادة، وأعتقد أن هذا شيء جميل، وأعتقد أنه شيء نادر في هذا العام العالم أن يقدم أحدهم على مثل هذه الخطوة. لو نظرت على الناس الذين يتشبثون بالسلطة مثل مادورو في فنزويلا أو قادة آخرين أو دكتاتوريين آخرين في العالم، أنا أنظر لما فعله بايدن على أنه شيء تاريخي مهم جدا ويجب أن نقدره. شكرا جزيلا المندوب الفائق على ولاية فيرجينيا، شكرا على وقتك. محمد، كان هذا صوت ديمقراطي من داخل قاعة المؤتمر. هذا هو وجهة، أو عفوا هذه هي وجهة نظر الديمقراطيين تجاه بعض القضايا التي تتعلق بالأقليات، التي تتعلق بالتغيير، التي تتعلق أيضا بتلك التحديات التي تواجهها حملة هاريس الآن وليست حملة الرئيس بايدن كما كانت قبل 28 يوما من الآن. إليك محمد. نعم رابح الفلالي، شكرا لك ولضيفك، وبالتأكيد سنبقى متابعين معك لتطورات وفعاليات هذا اليوم الأول للمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو. شكرا. دفع انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض، وما تلاه من اختيار نائبته كاميلا هاريس خليفة له دفع بعض المحللين إلى الحديث عن تاريخ يكرر نفسه بين مؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو هذا العام وبين مؤتمره بشيكاغو أيضا عام 68 من القرن الماضي، حين انسحب الرئيس الديمقراطي لندن جونسون من السباق الرئاسي ورشح الحزب نائبه خلفا له. لم يمثل انسحاب الرئيس الديمقراطي لندن جونسون من السباق إلى عهدة رئاسية جديدة أواخر ستينيات القرن الماضي سابقة في التاريخ الأمريكي، لكنه غدا ومنذ اتخاذ الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن خطوة مماثلة، مادة للمقارنة سواء بين الرجلين أو بين حاضر الحزب وتلك الحقبة من تاريخه، مع ما تخللهما من حروب يرى بعض المؤرخين أنها أثرت ربما على شعبية الرجلين. والتقاطعات التي تؤجج مثل هذه المقارنات لا تقف على ما يلفت بعض الخبراء عند التنحي فحسب. فخصوم الديمقراطيين يتحدثون أيضاً عن تشابه بين صعود هاريس لخلافة بايدن من دون خضوعها للاختبار الديمقراطي في التمهيديات، وبين اختيار نائب جونسون هوبرت هامفري الذي لم يخض بدوره الانتخابات التمهيدية خليفة له خلال مؤتمر الحزب بشيكاغو عام 68، وذلك بعد اغتيال السيناتور روبرت كينيدي أحد مرشحين خاضا تمهيديات الحزب على أساس أجندة مناهضة لحرب فيتنام. ويلفت بعض الخبراء إلى تشابه مماثل بين الحقبتين يطرحه ارتفاع الأصوات المناهضة للحرب داخل قواعد الحزب، فيتنام آنذاك وغزة راهنا،
وما تمارسه من ضغوط على قيادة الحزب الديمقراطي. والحقيقة أن أنصار الحراك المطالب بوقف إطلاق النار لم يخفوا خططهم للتظاهر في محيط مقر المؤتمر الديمقراطي بشيكاغو هذا العام، ولم يخفوا أيضاً طموحهم في تكرار تجربة الاحتجاجات الضخمة المناهضة لحرب فيتنام خارج المؤتمر الديمقراطي بشيكاغو أيضاً في الستينيات، وهي احتجاجات وبالرغم مما سادها من عنف ومواجهات يعزو إليها بعض المؤرخين أسباب تبني الحزب الديمقراطي آنذاك إصلاحات لعملية اختيار مندوبيه عبر استبدال التعيينات السياسية بالاقتراع، بيد أن الكثير من الخبراء يرمقون هذه المقارنات بجرعة من التشكيك. فهناك من يرى بأن تدهور شعبية بايدن وبعكس جونسون مرتبط بجملة أسباب أخرى غير الحرب، لا سيما السن والصحة الذهنية. وهناك من يشير إلى أن صعود هاريس تم بموجب الإصلاحات الديمقراطية التي أدخلها الحزب في الستينيات على عملية اختيار مندوبيه. وهناك أيضاً من يتحدث عن فارق شاسع بين ما أحدثه الحراك بشأن فيتنام من تصدعات عميقة داخل الحزب وبين نذور التفاف شرائح من التيار المناهض لحرب غزة خلف المؤسسة الديمقراطية راهناً أملاً بالتصدي لسيناريو عهدة جديدة لترامب. وللبحث أكثر حول انطلاق أعمال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي تنضم إلينا من مدينة شيكاغو مارجوري مارجوليس، عضو سابق في الكونغرس الأمريكي. أهلا ومرحبا بك معنا سيدة مارجوري. الليلة هي ليلة الديمقراطيين في كونغرس وكذلك في شيكاغو وكذلك في جميع الولايات المتحدة، والكلمة الأهم هي للرئيس جو بايدن. ما الذي ينتظره الديمقراطيون في ليلتهم هذه في اليوم؟ هناك الكثير من الإثارة هنا، والديمقراطيون يقولون أن بايدن اتخذ القرار الصائب، وأنا أستطيع أن أقول لك أنه أنجز الكثير، إنه رجل طيب ويعرف أن الحزب والبلاد لم يتمكنوا من أنهم لن يحققوا النصر في الانتخابات معه، وبالتالي كان عليه أن ينسحب. علي أن أقول لك ما يجري هنا. هناك، لا أعرف ما هي الكلمة المناسبة، ولكن هناك طاقة إيجابية. الناس تريد أن تكون هنا. يجب أن ترى الشوارع المليئة بالمتحمسين، وهي ترقى إلى مستوى المسؤولية. بصراحة أنا صدمت من المعارضة. ترامب يقول أشياء ليست جيدة، أشياء سخيفة. في نفس الوقت ما يحدث هو أن أرقامها في استطلاعات الرأي ترتفع، والليلة ستكون هامة. سيدة مارجوري، ما حجم يعني التحدي الذي يستشعره اليوم الحزب الديمقراطي لترشيحه أول امرأة ملونة لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ سوف نسمع من هيلاري أيضا. أنا عملت معها لفترة طويلة، وهي تقول إنها أحدثت الكثير من الشروخ في ذلك السقف. كاملة ذكية، وأعتقد أنها ستكون ممتازة في المناظرات. هي تعرف واجبها، وهي أول أمريكية إفريقية وفيها دماء هندية، والناس مستعدون لها، ولكنها أيضا تتعامل مع قضايا مثل النساء مثلا، والنساء من الضواحي سيخرجن إلى الانتخاب بصورة كبيرة نتيجة لقضايا الصحة. أيضا تحظى بدعم كبير على ما آمل من أناس يشعرون بنفس الطريقة فيما يتعلق بالسلاح، و
نائب الرئيس المرشح في الجانب الآخر سخيف، ونائب الرئيس الديمقراطي قال إنه غريب الأطوار، وتحدث وهاجم كامالا هاريس بخصوص الأطفال والإنجاب. انطلاقة أعمال المؤتمر اليوم في شيكاغو برأيك إلى أي حد يمكن أن يعني تنجح في تغيير مواقف بعض قواعده الشعبية، قواعد الحزب، والتي كانت يعني معارضة لسياسات الحزب وإدارة بايدن في الفترة الماضية؟ أعتقد ذلك. أنا قمت بالكثير من الحملات الانتخابية، أنا من بنسلفانيا وهي ولاية مهمة جدا، وأستطيع أن أقول لك أن الناس تتطلع إلى التغيير، تتطلع بغبطة وسعادة، خاصة النساء في الضواحي. أعتقد أن هذا مصدر قوة لا أحد يفهمه، خاصة داعمي ترامب. كامالا يبدو أنها تقوم بالشيء الصحيح، وهناك أمل كبير. انظر على الليلة أو في الليالي القادمة من سيتحدث، هيلاري، أوباما، وهناك اهتمام في هذه البلاد. أيضا هناك من يعمل في قطاع الترفيه وهم يؤيدون كامالا. نعم، فرص كامالا هاريس برأيك في مواجهة خصمها دونالد ترامب وباسترجاع التجربة السابقة للحزب الديمقراطي حينما رشح هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016 وقابلت آنذاك دونالد ترامب أيضا، إلا أنها لم تحظى بالفوز حينها؟ أعرف أن الأرقام متقاربة، ولكن بعد هذا الأسبوع الأرقام ستكون متباعدة، وهامش الخطأ موجود، ولكن أعتقد أنها ستفوز. وهي تقول، وسأقوله أنا، هناك الكثير من العمل، ولكن الديمقراطيون هم في وضع أفضل، وهذا مهم. الأشياء التي طرحها ترامب في الأسبوع الماضي صدمتني، هذا له علاقة بشخصيته وعدم قدرته، ولكنه كان في مؤتمر صحفي قبل أيام، ولساعة كاملة كل ما فعله هو الهجوم على كامالا. هذا لا ينجح، خاص ويهين النساء، وأنا دهشت أنه يكرر هذا. حتى الناس الذين يعتبرون معتدلين يقولون له أن يتوقف، أن يتطرق إلى القضايا، تحدث عن الاقتصاد، الحدود، وكامالا تعود إلى شيء مثير للاهتمام. كان هناك شيء قوي، تشريع معين على الطاولة يدعمه الديمقراطيون، وترامب قال لا تعتمدوه، أنا لا أريد أن يظهر الديمقراطيين وكأنهم عملوا شيئا للحدود. كان هذا رسالة قوية جدا. سنتابع بالتأكيد فعالية هذا اليوم الأول للمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو. من هناك السيدة مارجوري ماجولس، عضو سابق في الكونغرس الأمريكي، شكرا جزيلا لك.